وفاة الملياردير محمد الفايد تكشف أسراراً جديدة حول غموض مقتل الأميرة ديانا ونجله دودي. أحد مستشاريه يفجر مفاجأة. في الذكرى 26 على وفاة الأميرة ديانا زوجة ملك بريطانيا وصديقها عماد الفايد الملقب بدودي، نجل الملياردير الراحل محمد الفايد. أندرونيل الذي عمل مستشاراً للفايد يصرح بأنه كان يلوم نفسه ويقول إنهما كانا مختبئين بأمان داخل فندق ريدز، وإنه سمح لهما بالمغادرة بعد إصرارهما قبل وفاتهما بحادث سير في باريس. التحقيقات أشارت حينها إلى أن سائقهما استدعي للعمل رغم أنه ثمل، وهذا ما كان يعزز شكوك الفايد حول وفاتهما، وأن الأمير فيليب وابنه تشارلز دبرا ذلك لعدم رضاهما عن علاقتها برجل مسلم. يقول نيل أيضاً إن مصورهما قال إن دودي كان دائماً يطلب من السائق أن يقود مسرعاً، وهذا ما يعزز فكرة وفاتهما بحادث عادي ليس مدبراً على حد وصف نيل.